زكريا وسعد أخوان، هما يدرسون في الصف التحضيري. هما يذهبون إلى المدرسة بالحافلة، غالباً ما يذهبان إلى المدرسة بالحافلة. تبدأ المدرسة في العادة الساعة 8 أو 9. جميع الطلاب في صف زغرب وسعد قد وصلوا لتوهم إلى فنلندا. يوجد في الصف الطالب من مختلف الأعمار، يدرسون بالقدر أكثر اللغة الفنلندية، ولكنهم يدرسون مواد أخرى أيضا. من الممكن أن يساعد الطلاب في مجموعة المعلم، وبالإضافة لذلك أيضا مساعدة الدوام المدرسي. يتم تناول الطعام في المدرسة معا في كل يوم. يحصل جميع الطلاب على الطعام مجانا. يتوفر لكل طالب الطعام الذي يتناسب مع النظام الغذائي الخاص به. بإمكان الطلاب قضاء الوقت معا أثناء الاستراحات فيما بين الحصص الدراسية. من الممكن البقاء في الداخل أثناء بعض الاستراحات، ولكن يتواجب أيضا الذهاب إلى الخارج أحيانا. وكذلك جميع الطلاب التحضيري يداومون في حصص دراسية في مجموعة عادية أيضا. يتم غالبا مع المجموعات العادية الذهاب إلى حصص الرياضة أو الأشغال اليدوية والموسيقى، أو على سبيل المثل حصص الرياضيات. ينتهي اليوم الدراسي في وقت مختلف كل يوم. يحب زغرب وسعد المجيء إلى المكتبة العامة لتأدية الوظائف الدراسية، حيث أنه يتوفر هدوء هناك. الوظائف المدرسية تعتبر جزء مهم من الدراسة. التعليم التحضيري يستغرق سنة واحدة كحد أقصى. الهدف خلال تلك الفترة هو تعلم اللغة الفنلندية، بحيث يستطيع الطالب الدراسة في مجموعة عادية. يقيم المعلم مدى التقدم طوال الوقت. بتقابل المعلم والطالب والوالدان عندما ينتهي التعليم التحضيري، ويستعدون معا للانتقال إلى المجموعة العادية.